الآن سنحاول تطبيق نظرية ستوكس. لدينا هنا هذا التمثيل البياني، لدينا هذا المسار المسمى سي، ثم انظروا إلى تقاطع المنحنى واي زائد زد تساوي 2. التقاطع لهذا المخطط والاسطوانة، لقد سميتها اسطوانة لأن لدينا اكس تربيع زائد واي تربيع تساوي 1. فعليا إنها تشبه بركة لا منتهية تستمر بالصعود للأعلى والنزول للأسفل إلى اللانهاية. لقد قسمنا هذه البركة بواي زائد زد تساوي 2 للحصول على التقاطع الذي يعطينا المسار سي. لدينا أيضا هذا لنعرف هذه المعادلة جيدا. إذا طلب منا أن نقيم التكامل لـ F dr في هذا المسار بهذا الاتجاه، يمكننا حل هذا التكامل الخطي مباشرة، لقد قمنا بهذا من قبل. ولنوضح لكم، ربما نحصل على نفس الجواب، لذا دعونا نطبق نظرية ستوك في هذه الحالة. إذن نظرية ستوك تخبرنا أن المسافة هي نفس الشيء مثل تكامل السطح خلال هذا السطح المستوي المحدد بهذه الحدود هنا. في الواقع سنأخذ الأبسط من كل هذا السطح المحاط بهذه الحدود، سوف أختار الجزء المحاط بسي. إذن S سوف تكون الجزء من المستوى بلين واي زائد زد تساوي 2 محاط باوندرد بي سي باوندرد باي سي. هذا سيكون تكامل السطح. لهذا يمكننا اختيار أي سطح آخر سهل التعامل معه. لدينا معلومات هنا، إنه سطح مستوي جميل يمكن رؤيته بوضوح، ثم إن تكامل السطح لمتجه F يمكننا القول أن هذا مشتقة المتجه، أو يمكننا القول ضرب المتجه العادي N dS ضرب المقطع الصغير من السطح. وإذا تحدثنا عن الاتجاه، يجب أن نتأكد أننا في الاتجاه الصحيح. نحن في هذا الاتجاه، عندما نمشي في هذا الاتجاه فإن السطح يكون في اليسار. إذن عندما نمشي في هذا الاتجاه فإن السطح يكون في اليسار. إذن ما هو المتجه الطبيعي الذي يتجه للأعلى؟ إذن المتجه الطبيعي سوف يبدو شيء كهذا. إذا قمنا بعكس هذه الدائرة هكذا فإنها تصبح الدائرة بهذا الاتجاه، اتجاه هذا المتجه الطبيعي. الآن ما علينا القيام به هو تقييم هذا التكامل. لتقييمه علينا القيام بمجموعة من الأشياء. أولاً علينا إيجاد S، لقد قمنا بهذا من قبل. ثم أيضاً علينا أن نحسب ماذا سيكون متجه F، ثم علينا فقط تقييم التكامل الضعفي الموجود لدينا. سوف أقوم بهذا في التسجيل القادم. إلى اللقاء.